رد على كلام دكتور محمد. اولا دكتور محمد انا هل كلامه كله صحيح ولا؟ بشكرك على الكلام، في حاجات انا بتفق معك فيها. نعم. الاسم العلمي لا نختلف في هذا، وفي هذا التوقيت الحرج الاسم العلمي مهم جدا 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 لنعدي الازمه بسلام. انما حضرتك هيئه الدواء، كل ادارات الاداره المركزيه لشؤون الصيدله اتنقلت زي ما هي جوه هيئه الدواء، بل بالعكس انا اسبوعيا في اجتماع وعلى خط مفتوح 24 ساعه مع اداره النواقص جوه هيئه الدواء. حضرتك اضرب رقم 15301 15301، اي واحد مواطن جوه جمهوريه مصر العربيه يتصل على هذا الرقم اداره النواقص يقول لهم الدواء ده الاقيه فين، هتلاقي حد بيجاوبه. كام الرقم تاني؟ وبيقول 15301. ايوه. يقول له اي دواء ناقص، اي دواء ناقص الرقم، يقول له بس الدواء ده فين، هيقول له موجود فين، هيوجهه على المكان. او يقول له الدواء ده مش موجود. أيوة. مثيله كذا. وهيقول له سعره كام عشان ما ياخدش بسعر اغلى من سعره. ده 24 ساعة كويس. وشغال وفي الفترة الأخيرة شغال بطريقة جامدة. احنا أسبوعيا كشعبة لينا اجتماع مع هيئة الدواء، مع إدارة النواقص بالتحديد، لأن أنا لازم أقف. يعني أنا هقول لحضرتك دواء بتاع شركة سيد كان إيه مشكلته؟ ده مصنع مصري، ينقص ليه؟ ليه؟ لقيته إيه؟ لقينا حضرتك مكنة عطلت. ده في الصناعة واردة في كل دول العالم بتحصل. ف في الوقت ده هيئه الدواء واداره النواقص عملت ايه؟ راح جاي على المصانع اللي بتصنع نفس الماده المصريه خلاص، وقالت لها انت خطوط انتاجك شغاله ايه دلوقتي؟ شغاله ده؟ لا اجلي ده ونزلي ده للاهم. وبالتالي هيئه الدواء واداره النواقص صنعناها تاني تعلم جيدا. أيوة. كل جرام ماده خام جوه كل مصنع ايه، وعلب الدواء عند الموزعين ايه، ومتابعة. أنا بالظبط من أسبوعين هيئة الدواء المصرية إدارة النواقص اتصلوا بالشركة عندي دولة صرعة. دولة صرعة اللي عندي يقعد ستوك بتاعه سنة. لقيتهم بيكلموا الناس عندي، الدواء ده أخباره إيه؟ كميته قد إيه؟ معدل استهلاكه إيه؟ إدينا بيانات. المواد الخام اللي عندك إيه؟ عندك مشاكل إيه كده؟ كويس؟ فقعدت أحلل الموضوع. الموضوع بقى إيه؟ إن أنت في شركات تانية منافسة ليا بدأ المخزون بتاعها يقل، فهي دلوقتي بيأمن نفسه ان مصر كلها المادة دي تكون موجودة. ده هيئة الدواء، ده إدارة النواقص. لا، وانا بصراحة بأتشرف وبفتخر ان مصر والFDA على مستوى العالم المكانين الوحيدين على مستوى العالم اللي فيهم إدارة نواقص. والFDA اللي هي الامريكية، احنا وامريكا بس اللي عندنا إدارة نواقص على مستوى العالم. عارف